حياكم الله مشاهدينا الكرام اينما كنتم، ارحب بكم مجددا في مشوار حلقة اليوم من برنامج متداول، والذي سننطلق من خلاله معا لنتعرف على اهم واخر الفيديوهات التي اخترناها والتي سنتعرف على تفاصيلها لاحقا. لكن قبل كل شيء دعوني اعرفكم بعناوين تلك الحكايات والاحداث التي انتشرت وتم تداولها على البيجات والمنصات المحلية والعربية ايضا. بسبب دعوى كيدية، فنان شهير يناشد السوداني ويخسر جوازه. نجاح عمليتين لزراعة قلب صناعي في مستشفى الناصرية. اغتيال أشهر طبيب أطفال عراقي، والداخلية تعتقل أحد المتورطين. بعد غياب عن الإعلام العراقي والعربي، ظهر الفنان قيس هشام في مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام، إذ ناشد الفنان قيس هشام ناشد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بعد الظلم الذي وقع عليه والدعوى التي رفع ضده في محكمة الرصافة، بالإضافة إلى عدم إصدار جواز عراقي له ومنعه دخول العراق والدول العربية، وكل ذلك بسبب خلاف عائلي مع زوج أخته الذي اتهمه بتعريض أبنائه للخطر وهم في كندا حاليا. هذا ما نفاه قيس هشام، مؤكدا أن زوج أخته يستغل منصبه وعلاقاته في تمرير القرارات القضائية ضده، متهما أحد القضاة في ذلك. السلام عليكم. ناشد دولة رئيس الوزراء المحترم المهندس محمد الشيع السوداني، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري المحترم، ورئيس مجلس القضاء الأستاذ فائق زيدان المحترم، بالنظر بقضيتي المفبركة ضدي من قبل زوج أختي باتهام إلي بإيذاء أطفال أختي ووضعهم في مكان خطر وتعريضهم للعاهة الجسدية حسب المادة القانونية 383 من قانون العقوبات، وهذا كله ما له وجود. الأولاد مع أختي كندا عايشين وعندها حضانة رسمية بلا أطفال، لكن هو استخدمني أداة ضغط لسبب أنه ما صارت مشاكل بيناتهم، واستخدم منصبه وتواطؤ القاضي محكمة جنح الرصافة اللي أصدر عليه الحكم لعلاقة شخصية بيناتهم، يعني يعرفون القاضي عما يعرف القاضي، وأصدروا حكم عليه بدون أي دليل. ماكو أي دليل التعنيف لأطفال، أطفال موجودين معهم هم كما ذكرت وكل الأدلة وياي، لكن ما قدرت أوصل حل بالقانون لأن أنا بعيد وما عندي حتى جواز عراقي، ما عندي. حجزوا وزارة الداخلية على ذمة هاي القضية الحكم عليه، فأتمنى النظر بقضيتي وحلها وكشف هاي الناس اللي تتلاعب بالقانون. طالب الفنان قيس هشام الجميع بمشاركة هذا الفيديو ليصل إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين، ويتحول ما قاله إلى قضية رأي عام، عسى أن تلتفت الحكومة العراقية إلى مناشدته ليتم إنقاذه من دوامة المحاربة القضائية التي تعرض لها، وإصدار جواز عراقي جديد له، وإنهاء هذا الملف الذي شكل هاجسا معنويا وماديا ونفسيا على الفنان. أما ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت حول قصة الفنان قيس هشام من خلال مقطع الفيديو الذي ناشد فيه السيد رئيس الوزراء السوداني كانت كالتالي، سنذهب إليها مباشرة ونبدأ من هذا التعليق مع عباس رحيم. ماذا قال عباس في تعليقه عن مناشدة قيس هشام؟ يقول عباس الرحيم في تعليقه: كل اللي ذكرتهم هسة عندهم انذار جيم بالخضراء، والعمليات المشتركة محترقة حرق، ماكو راس شبير ما اجا بيها، والسفارة تدق صافرات انذار، وشهداء بالمشتل، وقصفتهم امريكا، وانت تناشد ما ادري من يا دولة. تعليق اخر من منى: هذول اللي اجوا تالي وقت وخلوا نجمات على اكتافهم، المفروض كلهم طرد، يعني اليوم عندك علاقات امورك تمشي. بالله بشرفكم، هو قيس هشام شنو عنده ومتعرض لكل هاي الضغوطات؟ أيضا تعليق من فاطمة، تقول فاطمة الموسوي: ضلعي هو العراق كله دا يحترق، وكل الجهات اللي ناشدتها مغلسين، تردون يحلون مشكلتك؟
تعليق من محمد أبو أياد: أني محمد ابن أخت قيس اللي أبويا متهم خالي قيس بهاي التهمة. خالي بريء وأبويا أصلا لا يسأل علينا ولا مهتم بينا. تعليق من المحامي مصطفى كريم: دير بالك أستاذ حبيبي، تذكر اسم القاضي هنا راح يتوجه عليك بدعوة إهانة السلطة القضائية. أنصحك بتعديل الفيديو أو حذفه. تعليق آخر من نورس كريم: هو بس سؤال، يعني إذا هو هسه بعد زوج أختك فهاي صعبة، وإن هو منفصل عنها فلا تقول زوج أختي، هاي تأثر عليك واستبدالها بطليقها، وإن شاء الله يا رب تفرج وتنحل هالقضية. اغتيال الطبيب العراقي الشهير خالد زهير نعمان خبر زلزل الرأي العام في العراق وأثار الذعر والقلق والاتهام أيضا. فخبر اغتيال طبيب الأطفال وأول طبيب اختصاص دقيق عناية مركزة لحديثي الولادة في العراق تلقاه العراقيون بصدمة، فالدكتور جرت ملاحقته ومضايقته من قبل عجلة يستقلها ثلاثة أشخاص في أحد شوارع بغداد. أطلقوا العيارات النارية باتجاهه عندما كان يقود مركبته، فاخترقت رصاصة صندوق العجلة ثم أصابته بمنطقة الظهر ليفارق حياته بعد إسعافه إلى المستشفى. ذو الدكتور خالد تحدثوا لعدسة قناة الفلوجة كيف وقعت الجريمة في حينها، مطالبين وزارة الداخلية والصحة بحق ابنهم المغدور. هاي فاجعة كبيرة، راح وردة من بيتنا، راح شمعة بيتنا. نطالب رئيس الوزراء والقوات المختصة والجهات الأمنية أن تلقي القبض على المجرمين واتخاذ الحكم اللازم بحقهم. جاي في شارع المغرب وعلى أثر وجوده بشارع المغرب جت سيارة سوناتا رصاصية مظللة، علما بأن وزارة الداخلية تمنع السيارات المظللة. فرد نوجه السؤال لوزارة الداخلية، زين، هل هذا القرار ينطبق على الفقراء فقط؟ وعلى أثر هذا رموا عدة طلقات في بداية الأمر لإخافة الناس وإخافة الشارع، لكن الدكتور لم يأخذ لهم بال، أخذ بالمسير، فجاءت السيارة ضايقتها طبقتها على الرصيف. على أثر ذلك فاستشهاد الدكتور رحمة الله عليه في طلقة واحدة. نحمل مسؤولية وزارة الداخلية والصحة مرة أخرى، الاهتمام بالكوادر الطبية، الاهتمام بالكوادر الطبية، الحفاظ عليها. خبرونا قالوا انه اختير بجريمة بشعة نكراء، عدد من الجبناء استهدفوا الاطباء وهو كان المرحوم ضحية لهذا العمل. شنو تطالبون؟ احنا نطالب بفتح تحقيق فوري والقاء القبض على المجرمين ونيلهم الجزاء العادل. ونطالب كذلك وزارة الصحة، بالذات وزارة الصحة، الاهتمام بالكفاءات الطبية. في منطقة الوزيرية وأمام أعين الناس أطلقوا وابلا من الرصاص على الدكتور خالد وهو أب لطفلين حتى أنهوا حياته بدم بارد، ولاذ المجرمون بالفرار. قيادة وشرطة بغداد الرصافة أعلنت اعتقال أحد المتهمين وإيداعه التوقيف بعد ساعة من وقوع تلك الجريمة، وتتبع كاميرات المراقبة ونصب كمين محكم أطاح به، فيما شرع فريق عمل أمني مختص بعملية بحث واسعة لإلقاء القبض على باقي الجنات. هناك ردود أفعال وكومنتات على منصات التواصل الاجتماعي حول هذه الجريمة،
نبدأ تلك التعليقات وردود الأفعال من ابن العراق. ماذا قال ابن العراق في تعليقه؟ تعازيها إلى أسرة المغدور، أو تعازينا إلى أسرة المغدور الدكتور خالد زهير، نعزي الملاكات الطبية بهذا الحادث. الدكتور يمتلك من العلم والأخلاق بشهادة جميع العاملين معه، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر. تعليق آخر من مروش تقول في تعليقها العنواني: الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، صدمة ما بعدها صدمة يا دكتور خالد، يستحيل يجي أحد مثلك ومثل أخلاقك وإنسانيتك، دمعتنا ما وقفت عليك. تعليق من سفيان جاسم: لا حول ولا قوة إلا بالله، تلقيهم ناس لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شنو معنى الحياة، تقتل دكتور الشهادة مالته بقدهم. تعليق آخر من مؤمن: بلد غير صالح للسكن، الله يرحمه دكتور اختصاص دقيق ويفيد البلد، يتصفى هيك ليش؟ شنو اللي استفاديت وش تريدون تصفون البلد من الكفاءات؟ دمك ما يروح هدر والله يرحمك. داود يقول في تعليقه: الله يرحمه، لم نشهد اغتيالات بزمن النظام السابق، لكن بزمننا هسه حدث ولا حرج، اغتيالات بالجملة، ونطالب وزارة الداخلية بإعدام القتلة وعدم الرأفة بهم ليصيروا عبرة لغيرهم. أيضا هنا تعليق من عين المها: أويلي يا دكتور خالد، شلون خبر هذا؟ والله متنا قهر عليك، أبو الأخلاق الحلوة، أبو الإنسانية، ألف رحمة ونور تنزل على روحك الطيبة يا دكتور خالد. بعد نجاحها بزراعة قلب صناعي لأول مرة، مستشفى عراقي تعليمي يعلن زراعة قلبين صناعيين لمريضين. مفاجأة سارة كشفت عنها وزارة الصحة العراقية. الفريق الطبي يعمل في مستشفى الناصرية، فمنذ قرابة شهرين تمكن من زراعة قلب صناعي لمريض مسن ليعيد استئناف عملياته مجددا، حيث أجرى عملية ثانية لشاب يبلغ من العمر 38 عاما وهو مصاب بعجز القلب الاحتقاني غير المستجيب للعلاج، ومع هذا تكللت عمليته بالنجاح. أما العملية الثالثة فأجريت لمريض من أهالي البصرة ويبلغ من العمر 62 عاما وأيضا تكللت عمليته بالنجاح. لقطات مصورة للحظة إتمام عملية زراعة القلب نشاهدها معا. حالته كانت ووضعه الصحي وضع متعب جدا. البارحة أجريت له العملية، الحمد لله اليوم وضعه مستقر، واليوم 7/2 أجرينا عملية أخرى لمريض يبلغ من العمر 62 عام من أهالي البصرة. الحمد لله تمت العملية بنجاح، الآن المريض في النقل إلى العناية المركزة تحت عناية مشددة، وإن شاء الله تكون نتائج بإذن الله نتائج جيدة. عندنا معاناة كانت ويا المريض، إحنا معاناة طويلة، يعني صار بها سفر خارج البلد إلى روسيا إلى إندونيسيا، كان الموضوع مو طبيعي ويانا، ما حصلنا نتيجة، تكلفة عالية، رجعنا شبه يائسين إلى العراق. من وصلنا لقينا عملية زراعة قلب. طبعا هذا الشيء اللي خلاني أرجع من سفري للعراق حتى أكون ويا المريض مالتنا وأفتهم حقيقة الأمر أو شنو طبيعة الموضوع اللي راح يصير. لما وصلت كانت أكو عملية زراعة قلب،
المريض الأول سواها وإحنا موجودين وتواصلنا وياه حتى نعرف النتائج مالته بعد ما قضى من العملية مالته ما يقارب 30 يوم أقل من ذلك. هو بالعشرين يوم تواصلنا وياه، يعني بعد العملية زراعة قلب 20 يوم تجاوبوا يانا وتواصلوا يانا وحكينا عن عمليته ومستوى التحسن عنده. هذا يعني شيء مذهل. عمليتنا اليوم حصل لها وقت بأنه يدخل العملية مريضنا، وبين الثمانية بين السبعة والثمانية أيضا، ولكن صباحا مو مساء عكس المريض الثاني. الأمور جيدة وممتازة، الكادر راقي جدا، مستشفى الناصرية مميز، كادر وأطباء وحرفية عالية جدا ولله الحمد. إذن لا مستحيل بعد اليوم، فزراعة القلب الصناعي في العراق وفي مستشفى الناصرية بذي قار لم يعد حلما ولا صعبا بعد أن أثبت الطاقم الطبي العراقي وبإشراف فريق تركي متخصص نجحه بإجراء 3 عمليات جراحية جميعها باءت بالنجاح، فيما تطمح الوزارة لأن تكون تلك العمليات روتينية تجرى بشكل طبيعي دوري في المستشفى كحال باقي العمليات الأخرى. أما ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت حول قصة نجاح زراعة القلب، 3 عمليات طبعا بنجاح كللت بالنجاح، كانت كالتالي. التعليقات سننتقل إليها مباشرة، ونبدأ هذا التعليق الأول من حسين ألبو شاهر. كل الدعوات الصادقة التي ساهمت بإنجاز هذا العمل الفريد والأول من نوعه في العراق، عمل كبير وجهود جبارة في مستشفى الناصرية للقلب، كل التوفيق لكم. تعليق آخر من رحيم يقول: إيش قد حلو من نسمع هيك أخبار تثلج الصدر، خطوة تحسب للوزارة بعد المريض لا يروح لا للهند ولا لتركيا ولا لقطر، ولا تصرف فلوسكم على الخالي بلاش، كل شيء بالعراق موجود وبسلامة أطبائنا الكفؤين وعقولهم. هناك أيضا مداخلة من أحمد: عقل الإنسان وإيديه من تبدع، بارك الله جهودكم كادر مستشفى الناصرية للقلب، وحمدا لله على سلامة المريضين، وإن شاء الله الله يتمم عليهم بالسلامة وطول العمر. تعليق آخر من ليلى عبد الوهاب: الحلو إنه المريض استلم قلب نظيف خفيف ما بي لا داء ولا سوسة بعد، شتريد بالعافية حبيبي عمو، والله يقومك بالسلامة والله يطول بعمركم ويحفظكم، ومجددا حمدا لله على السلامة. هناك تعليق من وائل يقول: وائل وجد، الحمد لله والشكر لله، نسأل الله كمال الصحة وتمام العافية وللوالد العزيز ولكل المرضى، وأيضا نشكر كادر مستشفى الناصرية للقلب، والله ما قصرتوا وتعبوا لنجاح العملية، وشكرا لكم من القلب. مشتاق قال في تعليقي: فخورين بأطبائنا، حقيقة مفخرة لوزارة الصحة والعراق. مستشفى الناصرية للقلب نتمنى لهم كل التوفيق الدائم، ونتمنى من وزارة الصحة مكافأتهم وتحفيزهم. من هذا الخبر الجميل من الناصرية ونجاح عمليات زراعة القلب، نذهب إلى مجموعة من الأحداث المتداولة والرائجة على منصات التواصل، أيضا نمر بالعناوين. الإعلامي علي الخالدي وفريق عمله يتعرضون لحادث خطير. أنصب سيطرة ودولة ماكو، سائق توك توك يبحث عن سارق بنفسه. باي باي إيران، والحكم الكويتي أحمد العلي نجم المباراة. بينه وبين الموت قدر شعرة. إعلامي عراقي شهير يقلق جمهوره ومتابعيه بعد انتشار خبر مؤسف صادم عنه، وهو برفقة كادر برنامجه الزميل الإعلامي ومقدم البرامج علي الخالدي. تعرض لحادث مروري كاد أن ينهي حياته، لا سامح الله وحياة من كان معه، بعد أن اصطدمت شاحنة نقل بالمركبة التي كانت تقله خلال تصويره حلقة لبرنامجه الإنساني المتلفز في شوارع زاخو بإقليم كردستان العراق، وهذا ما حصل.
إذا نجوا من الموت بقدرة قادر ولله الحمد. الإعلامي علي الخالدي والكادر المرافق معه في السيارة تفاجأوا في أثناء سيرهم على الطريق السريع وانشغالهم بتصوير بعض اللقطات للبرنامج من طائرة الدرون بقدوم عجلة مسرعة اصطدمت بهم بقوة ثم انحرفت عجلتهم من السير السريع باتجاه ترابي. أصيب الخالدي وبقية الشباب المرافقين له أو الذين كانوا معه أصيبوا بردود وجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى، فيما تعرضت مركبتهم لأضرار كبيرة نتيجة قوة الاصطدام. نسأل الله السلامة للزملاء علي الخالدي، عمار السعد وعمر الجابري، ودفع الله مكان أعظم. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي أفرزتها هذه الحادثة كانت كالتالي. نذهب إلى التعليق الأول من عمر الجابري، وهو أحد الذين كانوا مع علي الخالدي في تلك السيارة التي تعرضت لهذا الحادث. وأيضا نقول لعمر حمد لله على سلامتك يا عمر، ويقول في تعليقه: الحمد لله على قضائه، الحمد لله على لطفه. تعرضنا لحادث مميت في أثناء تصوير برنامج إنساني في زاخو شمال العراق مع الإعلامي علي الخالدي والإعلامي عمار السعد وكادر البرنامج. تعليق من أبو الخطاب: يا ستار خطية علي الخالدي وردة مال الله، ما يستاهل لا هو ولا الكادر اللي وياه. الحمد لله على سلامتهم ودفع الله ما كان أعظم، والشفاء العاجل للجميع إن شاء الله. تعليق من محمد: ماذا قال محمد؟ يقول محمد: مشيتهم على الشارع السريع بهالشكل غلط، وفوقها دا يصورون، والطام سائق الشاحنة اللي طب بيهم همزين ما كتلهم، ش عندك هالسرعة؟ هلا هلا يا معودين، بلا جنون أرواحكم هاي حافظوا عليها. تعليق من مهند: ألف سلامة إن شاء الله. أبو حسين من أفضل الإعلاميين في العراق وشخصية محبوبة جدا على الشاشة، والسائق لو نايم لو مقصود، ما أريد أدخل بالنية بس هذا الحادث مبين مقصود. أحمد القريشي يقول: من رأي أبو التريلة تفاجأ، هم دا يمشون بطيء لأن دا يردون ياخذون لقطات بالدرون وملتهين بالتصوير ولا يم السياقة، ومن قوانين المرور بالشارع السريع ممنوع هاي السوالف، فحمدا لله على سلامتكم. تعليق من سوسن هاني: أبو الشاحنة كل الذنب ذنبك، شبيك ما جاي تشوفهم؟ لو أرواح الناس لعبة بديكم، همزين ما كتلتهم. الحادث الذي تعرض له كادر قناة الشرقية أثناء التصوير والذي أدى إلى إصابة الزملاء. تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب وهو سائق توك توك، صور لحظة نصبه سيطرة وسط طريق عام مزدحم بالسيارات، وقال إنه توقف وسط الطريق من أجل البحث عن شخص ما قام بسرقته، ومن منطلق أخذ حقك بيدك أو بذراعك فعل ما فعل دون أن يتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات الأمنية المعنية لملاحقة الشخص المقصود الذي اتهمه بالسرقة. فمرت السيارات من جنبه والسائقين بداخلها يتساءلون عما يجري، لماذا يقطع سائق التوك توك الطريق بهذه الطريقة وبهذا الشكل وهو لا يمتلك الحق فيما يفعل. هاي حاليا نصب السيطرة، أنا نصب سيطرة بالشارع على مدلق القبض على شخص حاول سرقتي. حلو، هاي يلا روح لو منا ويشانا سووا سيطرة دولة ماكو، يلا عين نروح فضلوا عيني سيطرة أنا سيطرة، يلا والله عدي تفتيش والله عيني، روحوا ما مسوي شي، روحوا روح روح روح. المتهم إنه بته سووا سيطرة وتلقى القبض عليه، هذا شيء مش صراحة، يمكن عنده شيء. وقف خفوف خفوف، روح ما عندك شي خاله، روح 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 خاله، روح روح. هاي السيطرة على مود على مود يشوفون إلا عندك شغلة ولا عندك منتهم تلقى القبض علي أنت تنصب سيطرة بنفسك، روح ما عندك شي، تروح روح روح.
هاي الدولة، هاي الدولة، شوف أنت تنصب سيطرة وأنت تلقي القبض على المتهم. عدد من الذين تابعوا هذا الفيديو أشاروا إلى أن الشاب قد يكون متعاطياً للمخدرات، وإن هذا الفعل قد لا يبدر من شخص سوي عادي. لا يمكن لأحد أن يقطع الطريق بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وعلى السلطات الأمنية التحقيق فيما جرى لوضع حد لمثل هكذا تصرفات فردية لا تليق بالمجتمع العراقي، وقد يتسبب بحالة من الهلع، الذعر، الخوف لدى الأطفال أو العوائل في ذلك الطريق الذي قطعه سائق التوك توك الذي لم يظهر وجهه في مقطع الفيديو. أما تعليقات وردود الأفعال حول سائق التوك توك الذي قطع الطريق باحثا عن شخص ما، قال أن هذا الشخص سرقه ويريد استرجاع ما سرق منه بهذه الطريقة، فأصبح سيد نفسه، أصبح هو الدولة وهو القانون وهو الذي اتخذ القرار للبحث عن الشخص المطلوب بنفسه. التعليقات كانت كالتالي، ونبدأ من هذا التعليق الذي كتبه شاهين أو الشاهين. من تضرب كريستال الظهر وتصعد عندك الغيرة العراقية السيطرية والبيطرية بالليل. تعليق آخر من عبد الله، الأوادم أو الوادم تسودنت بسبب الكريستال والتعاطي، ناصب لك سيطرة بنص الشارع وبكيفك تخوف بالعالم، هذا بالله لو شايل سلاح بيده شلون والناس، ويجي واحد يقول أمان. نور الدين يقول في تعليقه، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا متخبل يا أخي، حتى لو أكو أحد سرقك أكو شرطة تقيم دعوة عليه وتفض الموضوع، واقف هالشكل شنو معيب؟ بس المفروض أكو شرطة آداب تشوف شغلها وياك. ثريا تقول في تعليقها، يجوز الولد صادق باللي سواه واللي يقوله، ليش دائما تسيئون الظن بالعالم؟ بلكي قلبه محروق وضايج لأن واحد باق منه شيء، شوية على كيفكم ويا العالم، ترى ما يصير هيك. حسام حسين، إنه السواق مصدقين ويخففون يمه ويوقفون ويقول لهم أنت امشي وأنت اطلع، وهو لو عاشوا اللحظة لو خافوا من عنده ليكون مسلح ويسوي سالفة ويا الناس اللي بالشارع خطيه. علي جبار، إن باق منك شي حقك أخي تدور عليه بنفسك وتريد تعرف وينه، هو حقك، بس مال توقف بنص الشارع وناصب سيطرة تضحك على روحك لو على العالم اللي بالطريق، لأن هذا الشيء ما يصير لا قانونا ولا أخلاقا. بلغت قطر حاملة اللقب والبلد المضيف نهائي كأس آسيا لكرة القدم بعد فوزها المثير في نصف النهائي على إيران بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتضرب موعدا مع الأردن في النهائي يوم السبت المقبل. تقدمت إيران سريعا في بداية المباراة، لكن قطر أيضا قلبت تأخرها إلى تقدم قبل نهاية الشوط الأول، ولكن إيران عادلت الكفة مجددا في الشوط الثاني قبل أن تنجح قطر أيضا في التقدم مرة أخرى، ودخلت قطر المواجهة متسلحة بعاملي الأرض والجمهور، حيث أنها مطالبة بالاحتفاظ على لقبها القاري الذي توجت به في النسخة الماضية بعد أداء مقنع، وبعد الخروج الدرامي المثير لإيران التي قدمت أيضا أداء مبهرا قويا، كانت قريبة جدا من الفوز لولا الحظوظ التي لم تحالفها، وأضاعت أيضا الكثير من الفرص، في حين عمت الاحتفالات قطر وبلدان عربية أخرى احتفاء بهذا الفوز الثمين لصالح قطر.
الحكم الكويتي أحمد العالي كان نجم المباراة، مباراة إيران وقطر، خطف الأنظار بعدالته وخبرته العميقة في التحكيم، استطاع السيطرة على المباراة بشكل لافت على الرغم من إبداء أعضاء منتخب إيران اعتراضهم الشديد لتعيين حكم كويتي لإدارة مباراة نصف نهائي كأس آسيا، ولكنه تمكن من قيادة المواجهة بكل ثقة وتركيز حتى أضاف أكثر من 13 دقيقة كوقت إضافي في الشوط الثاني، وبذلك قطع شك الإيرانيين باليقين عندما تساهل كثيرا مع المنتخب الإيراني الذي أضاع الكثير والكثير من فرص التهديف حتى انتهت الملحمة الكروية بفوز قطر وتأهلها إلى النهائي لتواجه الأردن، بل أن هناك من كان في الملعب ذهب خصيصا ليشجع الحكم أحمد العلي وهو يستحق ذلك فعلا. طبعا احنا اليوم نشجع الحكم الكويتي أحمد العلي، وينه؟ نشجع أحمد العلي المشاركة الأولى لدولة الكويت في هذا. نثمن جهود الحكم الكويتي أحمد العلي، شرك على شرف الحكم أحمد العلي. شوف وقفته، شوف شلون واقف، شوف شلون واقف أحمد العلي. لا يصيدك ببلنتي أحمد العلي، لا يصيدك ببلنتي. شيك لي على أحمد العلي وشوف لي وقفته، شوف ردته قري، شوفه صار وراهم أحمد العلي. أحمد علي يسوي مخالفة. شوفه بيروح يشوف البار أحمد العلي، شوفه دش هناك. شوف أحمد العلي، شوفه ما خلى رينا دش داخل خط 18 ريال دقيق. شوف الحكم الكويتي ايش قاعد يسوي. أحمد العلي إيران نمبر 1 شوت على جول بنالتي. أحمد العلي ما في كيري ميري. أحمد العلي شوف أحمد العلي شوفه. يا حكم يا باشا. هاش في حكم. لا 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 ما حد باشا رجاء عن الغلط عن الغلط. لا رجال شوف أحمد العلي مالك شغل بالقطري. خل عنك الهجمة، شوف وقفة أحمد العلي. شوف أحمد العلي شلون راح له. شوف ثبات الحكم. يعني هذا الحكم اللي كانت البطولة ناقصته. بلنتي يا حكم. ما في بلنتي، الحكم يعرف شغله، لا تقعد تعلمه شغله أنت بعد. حكم ما عنده سالفه، هذا احمد العلي يا الحبيب هو اللي عنده سالفه. شوف احمد العلي شلون ياله. شوف احمد العلي ايش سوى. شوف احمد العلي اتينا هنا لتشجيع الحكم الدولي احمد العلي. احمد العلي يقود المباراه ولا يعلم ما الذي يجري على المدرجات. الان احمد العلي شاهد مقطع الفيديو هذا، ما الذي سيقوله الان؟ لا اعلم. على العموم ردود الأفعال والتعليقات كانت كثيرة، ونبدأ تلك التعليقات من هذا التعليق الذي سنبدأه من حيدر مبارك. يقول في تعليقه ماذا قال حيدر: أتمنى يكون الكأس قطري، تستحق قطر الفوز فقد فازت بتنظيم البطولة ونتمنى لها الفوز باللقب والكأس بالرغم من الأخطاء التحكيمية والمؤامرات التي رافقت البطولة. تعليق آخر من أحمد، يقول أحمد في تعليقه: بطولة غريبة، العراق يفوز على اليابان، قطر تفوز على إيران، الأردن يفوز على العراق، كوريا تخسر من الأردن، المنتخبات الكبيرة لم تكن جاهزة للبطولة. تعليق من عصمت، يقول عصمت عبد: بعد فوز قطر على المنتخب الإيراني وتأهلهم لنهائي كأس آسيا، أكثر أشخاص يستحقون نبارك لهم بفوز منتخبهم هم الإعلاميين خالد جاسم، علي عيسى وماجد الخليفي المحبين للعراق. تعليق من علاء أحمد الطائي: والله يا أخوي صح مباراة العراق صار ظلم تحكيمي، أما بعد مباراة العراق الأردن وكوريا نار، والأردن تستحق، وقطر وإيران مباراة نار 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 نار، وقطر فازت باستحقاق، كرة القدم تعطي لما يعطيها. تعليق من جعفر السنجاري: منذ بداية البطولة ومن مرحلة المجموعات لحد الآن أول مباراة قوية يلعبها الفريق القطري مع الفريق الإيراني، فوز مستحق وبكل جدارة. تعليق من عباس جبار، يقول في تعليقه: من حقهم يفرحون وهذا طبيعي، لكن هل يعقل أن يخسرون النهائي؟ بالمناسبة الفوز باللقب مرتين متتالية لا يحدث عادة، وهذا سيكون تاريخي بالتوفيق للعنابي. إذن من تأهل قطر إلى النهائي لمواجهة الأردن. وصلنا بكم إلى ختام مشوار برنامج متداول لحلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل في يوم الأحد القادم مع مشوار جديد وحصاد جديد لأهم وآخر الفيديوهات والحكايات الرائجة على منصات التواصل. حتى ذلك الحين أتمنى أن تكونوا بخير وأمان، وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء.